السلام عليكم، صباح الخير. ها ساعة حمام حمام ساعة. ايش عندك هداد؟ صباح الخير. ايه خير، كيف حالك؟ زين. بخير انت؟ خير. وين جاي؟ هذي خيمة مس. وليش جاي الحين فوق؟ انت يلا روح. وين تبغى نروح؟ الدكتور الساعة 12 الدكتور. زين بابا، كان حليب انت. اشرب حليب انا؟ الله. يلا بتريعني حبيبي. كذا بريدي. زين تعال. ما سويت لي بوسة. ما بتحبني؟ يا بابا تسبت. يا تعال شوي. شكل انت؟ انا. بتحبني ولا لا؟ منو بعد اقول لك؟ حتى تعال وحبني ولو علي. صباح الخير. يعني ما جيت تلوي علي انا وين؟ ما يرضيك يعني. يلا. صباح الخير. يعني كيف حالك؟ تمام. ما انا حبيب سامحني تاخرت اليوم. قاعد كذا. سهرت وايد لين الساعة 3 ما طايني رقاد. ساحة. زين. ترياني تحت؟ تريك له بعد؟ انت قاعد. انت تريك؟ شنو بابا؟ شو من الذنان؟ شو من زمان تريقت؟ ايه. شو تريقت؟ خدي بس. تريقت عنقب خدي؟ ايه. شو تريقت انتم؟ خبز. شو عاد شباب؟ شبشب فلزي خمير لبناني. لبناني؟ لا. ها شو عيل؟ بسي. شو نوع الخبز اللي كلته؟ ما اعرف بابا، ما اعرف. ما تعرف؟ لا ما برجع ثاني ارقد. شو؟ نعم. اوكي. ويني بشكرك؟ ريا. ريا. يلا تيك صلاح. اليوم الله يحفظكم عندنا موعد فلو اب مع صلاح. اساس دروسه. فقالوا لازم الساعة 12 تبون حق بس طالعوني يعني طالعونه وترده قلنا ان شاء الله. بابا حالك؟ يومي في شاب يومي في شاب دك. لكم عاد شلت لبس كندوره تهدون على الصبح اول ما نشيل لبس بقلابيه. الحين يوم جيت عند قوم محمد قال والله اتصل الدكتور حسان وقال ابوي الموعد ما بحينه. متى؟ بينوه الموعد ابوي ما صار عقب 40 يوم. شو سيارة صلاح الموعد بس من رواوين وهالروان شو هالروان اخ عليك كلام هذا كلام. شوف بتعرس عرس رواوين تدخل على الحرمه برواوينك. هذا مينون. انزين هذا مينون حليلك انت صلاح. اتصل هذا الهندي بالغلط. هذا متصل حق شخص اخر. المهم موعدك ابوي انت عقب 40 يوم. بيرك بنضروس مره واحده. انا غلطان. وحي تلبس برد الحين عقب هالشعابي بس عايلك المطاميط. زين انت وين بسير؟ البيت خلاص كوفي. زين طالع الحين طالع. السلام عليكم. الله قاعد. صباح الخير. تمام. قول لهم اليوم انت وين سرت ويني؟ قول لهم انك منطرنا من امريكا لين وصلنا وانت جالس تلايم. مساحة. خسرت ما خليت شيء ما صارت في الطيارة. مساحة. يعني ليش تاكل هالكثر الطيارة؟ امانة انت. والناس قالوا كله جالس تطالع فيلم وجالس تضحك كاكا وكاكا في الفيلم والناس كلها رقود وازعجيتها في الطيارة. ليش حبيبي؟ امانة. لا منو اللي يضحك في الطيارة؟ والناس رقود. حتى السوداني اللي بدالنا منك تمي تهندك وعقب عقد صداقة وياه. الله كل يلا باي باي حبيبي. ها؟ باسي بس صار شو حبيبي؟ ما خلي لا سبع سنون. انزي على هو. واي كسيني واي شو واي كسلة. هاي هي. واي. انزي خلينا نطفونك حبيبي. بس سبع. صالون؟ ايه. انزي توكل على الله. خذوا هنا بيت على كيفك حبيبي. خدام خدامك دري ودري اللي تبغى يجيبه واللي ما تبغى خله مكانه. انت الارباب. زين.
اعطيتهم معاشات مشاجيرك؟ واحد بس ماشي 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 مش وقت المعاش الحين؟ خلاص باجي خمس ايام خمس ايام واحد بس هذا ما عليه الحين بنسحب لك واحد بس ترى حق شياك على راسك يلا ابو يعل مساكم الله بالخير مالي بارد حتى على رمسه اليوم ما بدنا مالي بارد اللي بارد لكن رقاد مختلف رقدت زين البارحة من جيت وانا رقادي رغم واحد معتقل لكن البارحة سهرت زيادة فاصبحت الصبح ابوي مبخور وكان عندنا موعد الظهر ونشيت تلبس وجيت قالوا والله تكنسل الموعد شغلة طويلة عريضة المهم تلخبط البرنامج وتام روحي والله في الزراعة من الصبح لين حين وجالس اطالع الزراعة واقرأ المسجات ونسيت وخطف علي الوقت اقولكم طرنا من واشنطن واشنطن هي نيويورك طرنا من نيويورك جلس كرسي شفتوا وين وكرسي صلاح وكرسي خلف في الطرف منك شيء سوداني سوداني لكن عايش في امريكا يعني والطياره شبه ممزوره يعني درجه الاولى ممزوره البزنس وين نحن يمكن 50 الاكونومي فل البزنس وين نحن 50% والفيرست ممزوره هاي جمهات الحجر لكباين الكابينه بكابينته واللي فيها غرفة نوم بميلسها كل المزرات والطباخ سارية بغيت أسير أصور مطاعي خليني مال طيران الاتحاد غاير ترشيت ليش قال أبوي في ناس العوائل ممنوع التصوير قلت زي ما بصور العوائل بصور المكاتب مصورن ورويت الانستغرام مالي قلت ياي أنا الطيارة وفاضي كانت وما في أحد وصورت كل شيء قال لي هاك الأول الحين أبوي ما تروم تدخل الطيارة إلا لازم تكون فاضية ونحن مرة من ندخلك واشهد انه راغني عبرو شي قال لي بكلمة حلوة المراد هذا موضوعنا الله يحفظكم انا ختلت بختل شوية ولان صلاح مدنهم وذا كل دقيقة يطلب طلب كل دقيقة يطلب طلب اخر شيء نش خلف وحط له فيلم مت ثلاث ساعات فيلم ما ادري شو والله المهم في حركات يعني مال ضحك ويازم صلاح يصاجع حتى هذا على ذنيه ويتحرى الناس ما تسمع يصاج كاع كاع وكاع كاع وعلى الرقود كلهم كل سكت إلا السوداني هذا وليش يعيب من هالقبيل يعني أنه يا رب إنه هذا أني يعني أزعجتونا ولا لا لا المهم آخر شيء عرف وضعية صلاح وعقد صداقة ويا صلاح من طرنا ليه وصلنا من عقب هاك المفاتن الزول تم يطير ويوجع ليش هالإزعاج المهم يوم عرف حال الصلاح عقد صداقة وياه تم يسولف ويضحك تكوي مصلع والديانة هذا أولا ثانيا اللي يقولوا لي ليش تتعب صلاح أنا أبوي صلاح ما أتعبه صلاح لازم يتحرك يمشي إذا ضرع الويلتشير بيستوي عياز أزم خلف يسبح ويغسل ويسوي له كل شيء يوم بنمشي مسافات طويلة على الويلتشير الحين وصل إلى مرحلة يوم ندخل الفندق الباب ضيج يبي يدخل من باب الفندق بالويلتشير ويبي يركب اللفت بالويلتشير لين باب الحجر من فوق فتم يتعايز فتم يوم أقول له ماشي ويلتشير يغيض فلذلك لا تحرم بالعمالة أنا أغيض بلا والأكل أنا لازم نقايس عليه لأن اللي في حالة صلاح اللي في حالة صلاح الله يحفظكم ما يجي شعور الشبع فاللي في مثل حالة صلاح رغم كبير منهم قصوا تذكرة شو السبب هاليتهم ما كانوا يركزون عليهم وقت الأكل كذا شخصية كلمتني من داخل الدولة ومن خارجها قالوا هذا السن اللي هو فيه هذا وقت يندفع تنفتح شهيته على الأكل وكل اللي توفوا في نفس حالة صلاح هل هم ما كانوا يركزون عليهم وقت الأكل في هالسن فيأكلون فوق طاقتهم فتيهم التخمة ويستوي ساعة انفتاق في المعدة وساعة وايد أشياء تيهم فلذلك هالوقت لازم الواحد يركز على طريقة تغذية صلاح وأنه يمشي وأنه لازم يخف وزنه وايد أمور فلذلك لا تحروني أنا بخيل عليه في الأكل هذا أبوي إلا من خير ومن حلاله
لكن لازم نقايس عليه. ودي يتحرونين عمدا ما اطعمه ولا اباه ما ياكل وما با ياكل شويه ترى، لكن الحمد لله موجود بو بليا يا غير. لازم القياس، لازم تحط بالك عليه. اذا ما حطيت بالك لازم عنده حاله من هالحالات لازم يركز على طريقه التغذيه وشو نوع الاكل اللي ياكله. احنا يوم نحسنا في امريكا الاكل كله بوي سقم، كله اكل كله فات. حتى انا يا شو اقولكم اظني 5 كيلو زايد انا في سيارتي هالاسبوعين، اقولكم حتى ما رم حتى تنسخ والله من كثر الصراط. هازمت افح شرات لفعه من كثر الصراط، صراط ما يوجف. ليل غدا مطعم وعشاء مطعم، وين ما تصير والاكل في منتهى الروعه. الاكل مش اكل طبيعي، اكلهم فوق عن الطبيعي. اللذة في الدنيا كلها في اكلهم، في كل المطاعم. اللي يقول لك في مطعم مميز في نيويورك هذا غلطان. نيويورك بوي كل مطاعمها مميزه، ما في واحد احسن عن الثاني، لكن الايد هذا تو اخذ يستوي التفوق بالارقام بالمقاييس ونحاسب، يعني ما بعرف شو طريقتهم، لكن كل مطاعمهم جيده واكلهم فرش وطريقه التقديم والخدمه اشياءهم وايد زينه، اشياءهم وايد زينه فوق عن الزينه فوق عن الزينه. والكيك الشوكولات البيتزا اقولكم اه رب البيت والحرام، شيء الاستيكات بالسوشي شيء يعني غريب عجيب. لا كد صار ولا كد استوى. انا روحي ما خليت بلاد ما صرت ويت هالنمونه جوده عامه ما شفت. قرب الله تم الامريكان كل شيء فنان عندهم، عصيرهم غير عصير البرتقال هاللي انا ما داني يسوي لي حموضه شريته عندهم، ما يسوي لي حموضه وكانك تشرب كان حد دايف فيه شكر، تقول مديوب فيه شكر من زينه وهو ابدا لا شكر ولا. فما تقول انك بتلقط مطعم يختلف عن الثاني في المستوى، المستوى كلهم فنانات. شوفوا في نيويورك الاكل عندهم كله جيد، ومستوى المعيشه كفخامه محلات ما في مثل اللي ضارين على ايطاليا وضارين على فرنسا واللي ضارين على لندن وضارين على الامارات. هالفخامه مش موجود عندهم، عندهم ستندر عادي، لكن يتميزون نوعيه الاكل، نوعيه الاكل وطريقه الاكل، طريقه خدمه الاكل تختلف، كل شيء يختلف، مش يعني شيء عادي، كل شيء يختلف، ما فيه اي شبه بينهم بين اي مطعم في الدنيا العوده. فلذلك انا استغربت، تذكرت فندق اي في دبي رينيسنس هذا اللي في دبي كنت اي هنا الحين بحط اسمه، يوجد عندهم 4 مطاعم له 5، والفندق روحه ما شيء شراته في الدنيا العوده، الفندق روحه تتحط انا صورته وتزايرنا اكثر عن مره 3-4 مرات من قبل ما يفتتحون الافتتاح الرسمي ولا اي. عندهم 4 لو 5 مطاعم، في مطعم فوق بيفتتحونه اظني الشهر الجاي او الاسبوع الجاي الله اعلم، والله يمكن افتتحوه انا ما جيت ولا سالت. مطعم مال سوشي تصير لدورين، المطعم هذا دورين في هاك البرج العود، دورين مخصصين لكاملات. اسم الطباخ المطعم على اسم الطباخ شي موتو ما تذكرت شو. امس امريكا قالوا والله عندنا المطعم الفلاني، ذكرته عاد قلت في خاطي ابوي هذا موجود في دبي يا غير بعد ما افتتحوه، يخدمون ديكوراته من 3 سنين لين اليوم بعد ما ذهب الديكور مال هيلك، لان محل بلاد دورين جيت هناك بعد ما افتتحوه قبل شهر، قبل ما اصير امريكا باسبوع جيت، يعني تقريبا من شهر الحين. مطعم في منتهى الشياكه والاناقه والاطلاله على الـ على الـ على, الـ على القناه دبي الجديده هذه شيء مهول. والمطاعم جيت واحد المطعم فرنسي والمطعم البهار والمطعم الايطالي اللي كلهن استأجيت وصورت فيهن، مطاعم في منتهى الروعه يا غير. تذكرت اكل اللي يقدمونه هالمطاعم الثلاثه نفس جوده الاكل
اللي كلت منه في نيويورك، وكل العرب اللي ساروا له كلهم يازلهم من عالي لين متوسط. وعلى فكرة وأسعارهم مش مبالغ فيها، غالي لكن مش الغلاء اللي هو يزيق، اللي هو يعني توبة ما بصير مرة ثانية، لا حتى في نص الشهر ينسار، في أول ثلث من الشهر ينسار، عاد آخر الشهر ما ينسار. زمان ما صورت لكم غدائي. غدائي الله يحفظكم، هاي شوربة قرع. زين هذا الله يحفظكم طاجين مسويت لنا هدى ما شاء الله عليها، مالهم مال المغرب، وحاطين ويا علي ولا مجيب قال روح عليهم، هذا ما بمالي قالهم هم روحهم بياكلون، انا ما اكل، انا يعني اوني على اساس انها ابتديت الرجيم. وهذا الله يحفظكم هاي التبول العادية مالتي. زين الاكتشاف الفن مش الاكتشاف، الشيء اللي بي اللي حقي انا، هذا شو هذا الله يحفظكم، كينوا على مالح. مالح شو؟ مالح بسار. ها شوفوا مالح شو؟ مالح بسار. مالح البسار يغني غير نمون البسار. على فكرة ما حد يسوي مالح إلا في أبو ظبي، يشقونه في الهند ويملحونه في الفجيرة، يا غير يخلونه تي روحه شرات العوال. لكن البسار مالح بدرام ما ينخدم إلا في أبو ظبي فقط لا غير، مثل الكسيف والمدفى وهالنوعية. هذا العلم ما تشوفونه البسار المالح مال العام، هو روحي شاقنا ومالحنا هناك في شويهات، كان موسم وكان البسار السم اللي في الدنيا كله فيه. وهذا خبز المغارب تعيدونه، خبز بخبزته ومصورين ومروينكم إياه كذا مرة. شكرا يا هدى. بعد يا ربي عزمت المسجات، نحن ما تسمعنا بأن ما نحب البسار ولا تشفنا ما نحب البسار، إن شاء الله ترقلناكم اللي يخدم هذا بس أبو ظبي، باقي الإمارات ما يخدمون مالح البسار ولا يعرفوا له ولا تتشقوه ولا بشغلهم. شو الرزيم الخباط المالح، الرزيم مال الخباط هذا شغله أبو ظبي، يعني مش شغل أي بلاد تاني. والمدفة والحبول والدوسان والكسيف هذا كله، والفقل هذا كله بوي تبع أبو ظبي. باقي الإمارات اللي ما غير يسوي مالح مال القباب ومال ييذر ومال المطاط اليوبل وهذا الشغل اللي يعرفون، لكن أبو ظبي هذا شغلهم. والأول عيل شيء فلاليج مال البياح، يا سلام يا سلام، ما شيء من الحين عادة. الرزيم في الدنيا العودة اللي هو رزيم البياح العودة، هاي مذراع ونص، يا سلام عادة، هاي هو يسوى عليها فوقه ولا يسوى عليها مرقه ولا كل شيء في الدنيا يخدم عليها، ألذ عن البياحه يوم هي طريه. لكن لازم تنخدم على الموسم، وما بكل من يخدمها، لا يخدمونها عرب ناس مخصوصين من هاك المكان اللي هناك. ما ارمس وياها انا ولا بطريه، ناقمنا نقمه ما شي كبرها ولا بطريكم، بخبركم هونو كلني يعرفه، غير انا ما في خاطر مالي بارض اطري. المراد الله يسر عليه ويحفظه. بس كم هذا، يلا بيبر قداي. بعد شوي بصير بصور لكم البالدي اللي فيه الرزيم المالح مال البسار. قالوا الحين ما شفناه، الحين بصير برويكم ايش قايل، شو طريقته وشو علمه وخبره. الوقت الطلع وقت النبات، قلت في خاطري بي ارويكم طريقه تنبيتي انا، وشو احط وشو اتشيس وشو الناتج اللي انا كل هالعرب الحين تسويه، لكن انا مظهر لنا مسوي لنا اكثر من 20 سنه في بيت حياه الوالد الاول في العيد. شوف الطريقه، لازم التكيس، شوف ها القرطاس العادي، على الله يحفظكم طريقة التكيس والتنبيت. ها ينيم
ويه ال 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 شوف ها ويشيله بعد من القلب، من القلب ها ينشل، ينشل كم من كم من واحد منهم. ويازم على ما تشوفون شماريخ تنيم، الشماريخ من فوق تنيم وينشل القلب مال العذج هاللي تشوفونه، ينشل كم من شبروخ من 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 القلب وينيم ويه ال الطلع هذا اللي تشوفونه. ينحط النبات، ونحط النبات عاده الحين عاد نحط تقريبا نحط 25 20 على حسب حجم الطلع. كم حطيت لهذا ميحد؟ هذا 6 7 8 هي لانه صغير، هذا صغير يوم طلع صغير ينحط له اقل. ها القرطاس الحين لازم يتشيس، يغدي انتاجه اخير يتقرطس بهالنمونة. القرطاس هذا القرطاس العادي يسمونه القرطاس السميت يعني ها، ولازم يتخرم التخريم بالدباسة شفتوها مال المكتبات، يتخرم دور مدارة ويربط عاد من خاري طريقته بهالطريقة كلي يتشيس، يغدي انتاجه احسن والرطبة تغدي اوشب وتشبع نبات ويغدي شغلها مضبوط رقم واحد. روحها عقب تطرب القرطاسة عن عمرها خلاف، روحها روحها تصير وتطر القرطاسة. شكرا يا ميحد. هذا واحد ثاني، هذا شد فجأة اليوم على الصبح من يفجي هالنمونة نشو يمو يم ها. لازم تيمه تيم الطلب يميته، يردون عقب يقصون من القلب، يشوف القلب خفوا بعد كم من كم من كم من شمروخ منها نشوفها ها، شلون ثلاثة ولا أربعة هذا من القلب روحه. يلا عاد ميحد بسرعة بيخلص الفيديو ها، نشوا أبويها على ما تشوف، حطوا النبات داخله. أيوة شوف ها طريقة تكييس الطلع، من يصير الطلع ويفجي نبتوا تشيسوا. حطوا القرطاسة وربطوه. سبب سبب اليم هذا، اليم تغدي الرطبة أوشب أمتن، وإذا تخف من القلب تخف شمروخين ثلاثة من كل طلع تغدي الكمية أوفر، والحب تغدي أمتن، ويغدي النبات ياخذ مجراه، وتغدي الرطبة بعيد ألذ وأخير عن كل وقت. هذا حين الناس كلها تسوي هالنمونة، شيء جميل وفنان ومجدي ومجدي. هو أكيد أنه متعب أكثر، يأخذ وقت، والبيادير واللي يشتغلون في النخيل يقول لا لا نحن تعبانين. لا ما شيء تعبانين، بتسوي شيء سوي شيء يشتغل من خاطرك ولا لا تسوي. شو رأيك ميحد؟ بارك الله فيك يا ميحد، شكرا شكرا. تقليد إيده بنادم يسمونه براسين براسين براسين، سمعناه به من سنين يا غير انخله فيها راسين ها راسين. هاي ابوي انخله هذا يدع واحد مبدا من تحت لها ظاهره ضربه يعني توأم، لا ظاهره ابوي ام وحده كانت وحده والناس عرفتها وحده، يوم انتشت فوق قدالها راسين تقولوا ما قلت لكم. ها هذا راس وهذا راس، لا مطلعات بعد هذا مطلع هذا شيء غنية. يا حي يا مراسين طب بجدرهم، سمي لي أهل البيت وسلمي ولدهم. هاي حين يا نخلة يا مراسين. هي والله لا مطلعات بعد هنتينهن، هاي هاي وحدة مطلعة والثاني من أكل طلعة واللم وحدة. حين زقرته قلت تراك أبوها ما نبتيت، قال إن شاء الله حين ما بمنبوت الحين بينبتن. بارك الله فيك ميحد، قريب اللي استوى عندي في البيت صار ما وحده خلا، هذا يدعو واحد على ما تشوفونه اظني بنت 5 سنين ها. كانت ام وحده ام وحده ما بتوأم من تحت، لا يدعو واحد ها يدعو واحد وسارت فوق ابوي سوت راسين، هذا راس واحد الحين على ما تشوفونه وهذا الراس الثاني شوفوها قلبين. خوز يك يا الله يغبل عدوك يا ميحد، ها هذا قلب وهذا قلب الثاني واللم وحده. شوف سبحان الله، يلا اشتغل اشتغل
لم وحده لكان فيها راسين. سبحانك يا رب معظم شانك. شيء متعارف عليه يظهر ان توائم هنتين من تحت خوات يسموها خوات دنيا يتخاون طول الحياة، يا غير ام ويظهر فيها راسين، هذا شيء جديد انا ما شفته عند حد. تقولوا ما قلت لكم؟ شيء غريب عجيب. الحين حتى بنزله في الانستغرام. الكيس اللي تشوفونها على ما تشوفون من كم من سنة هنا بهالطريقة، ويتخرمها على ما تشوفون تخريب. أكثر يعطي جدوى وزين وحق النخل وتشبع الطلع يشبع نبات، وشيء مجدي، مش إنه شيء ما بمجدي، متعب لكنه أخير. كل النخل الدور ما دار البيت كله مسوينه بهالطريقة، وين ما تصد كله مسوينه بهالطريقة. من تطلع نخله ومن يفجي ويطلع حسيدها قرطة سنة. لكن لازم التخريم، التخريم لا بد ولا عذر منه. حتى اللي فوق في الجميع مرة يطلع انتاج أغزر وأخير وأوشب وأحسن وأطعم وأنطع. أقول كل شيء غريب. استغفر الله العظيم تلقطون عندي تحيدون العام. مصور لكم إياها نخلة هذه، الحين برويكم إياها اللي صورتها قبل كم يوم، طريت لكم إياها العامية اللي قلت لكم بلاي طعام موجودة اللي على اليوتيوب، مظهر انها بسرها ورطبها ويوم استوت سحة ويوم قطع حبس جيتين صغيرونة، يوم هي بسرة ويوم هي خلالة، كل موثق على اليوتيوب على القناة. شيء جميل كان. وهاي نخل الله يحفظكم بعد من نخل غريب عطني اياها علي بن عباس الفهيم. هاي نخلة غريبة عجيبة، الرطبة الوحدة كبر الفنيال بوديتين، أكبر عن التفاحة، تفاح البه مال إيران يعني على هالمثل. شفتوا الفنايل الكبار اللي يسمون فنايل حياة زايد، فنايل حياة شيخ زايد، أبدًا على كبرهن. غريب عجيب، لكن طعمها شوي حزي، شوي حزي، لكن لونها غريب وحجمها أغرب. بعد ما سوت عيال من القرادة زين تغدي يوم تغدي صحة. كم جو عناية. Thank you very much. Thank you very much. حليلك يا من الحناية. من الحناية؟ You happy؟ الله يحفظكم. أنا من النوادر إني ما قيل، واليوم ما قيلت. ناشط بحل عالي، وين بقيل بعد؟ شو سويت؟ شو مجيل عليه؟ خلاص بعد لا دمي ليومي نشط بحل عالي. والله إني والله اني يوم اصلي ان الشمس فوق شو اسوي؟ عيل والله اني يوم اذن ان سمع اذني يذن الاذان. والشيطان هوس على راسي، حط على خمره راسي طابوقه. واشهد اني ما نشيت الا يوم شمسي تبد السماء. تمام. بس تمام؟ على هالرمسه كلها؟ راقد انت الظهر؟ لا. رقدت شويه؟ لا بنزول شوفه. لكن رقدت شويه. ادريبه. شو يوم يرقد الظهر صلاح وجهه غدي حلو، اليوم مستوي حلو صلاح ما شاء الله عليه. وسار صلاح ويا وانا ميلس اليلسه ولا احترقت لا سرت لا شرق ولا غرب، ويا الزراعه ويا العمال ويا النخال، ويعني مقصر الوقت. واتريح ان شاء الله باذن الله من عقب ما يد العشاء بصير النادي بتمرن لي ساعتي وبرد البيت. وعلى هالمنوال يعني ما في شيء جديد. شو حبيبي؟ باسل. شو؟ بيت بتريق وياي؟ ايه على وله؟ ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. بس تولد حات الا بطنك؟ ما تحات الا بطنك انت؟ انت وانا بعد؟ إيه. الا شراتك ابا خير عنك. فاقولكم ليش تضحك؟ ليش تضحك؟ سوداني زعلان ليه في الطياره؟ يقول صلاح، يقول صلاح كله يضحك في الطياره، يضحك ماذا في السلطانه بابا. ها ماذا السوداني؟ لا بابا. ها بيا من السلطاني وماذا السوداني؟ يقول صلاح يضحك ما خلاني ارقد في الطياره. ماذا بابا؟ منو عيال؟ فلبيني. ايه هو لا يضحك. ايه انا تحط صلاح انا السلطان. هذا ما من السودان؟ لا من السودان. لا اسود سودان. اسود سودان. كان هذا ما بسود ياي يعني. هذا ابوي افتك من شمس السودان وعايش في امريكا يا ها يصالق بكبره. لا هذا ابوي سوداني لكنه ابيض. ابيض افتح لونه.
من براد امريكا. صلاح يقول هذا مب سوداني، هذا ابيض فلبيني. قلت له صلاح حبيبي هذا مب هذا مب فلبيني، سودان من السودان، من السودان مب الفلبين. ايه بس هذا يلا. بابا حالت يوم يوفي سو يوم يوفي سو يوم يوفي حلاوة يوم يوفي حلاوة. السلام عليكم محمد، ايش حالك؟ انا وصلت، انا في الدار الحمد لله السلامة. الله يسلمك. والله مليون مرحبا، مليون مرحبا ابو عبد الجليل، مليون مرحبا ابو عبد الجليل، تو ما صارت ابو ظبي. والله مليون مرحبا، مليون مرحبا، عدد من مشى وطاف وتلبى وسعى في البيت الحرام، مليون مرحبا، كثر الشير والبشر، مليون مرحبا، عدد كل شيء وزنت كل شيء وسعت كل شيء، والله مليون مرحبا. قول مرحبا ابو عبد الجليل. دقال ذيب الدكان بس هل تحاتي انت؟ الله يحفظكم. محمد عبد الله مكالة المسعود يا يسلم، ومرحبا بك وسهلا يا ابو جاسم. كيف حالك؟ كيف الله يسلمك. انزين ها عاد ربيعي كان في طوكي الودي الاوليه، وحيني على الله يحفظكم فاولنا عقب ما تفنيل فنيال القهوه ما يبنى الفال، حطينا الفاله نبج من بخد وخد، هذا اللي بلي طعام، هذا اللي شو بدون صلامة، هاي بدون بزر. زين هي والله هاي عقها كاملة في دمك، كاملة هي كاملة كاملة كاملة، ما يحتاج كاملة. شفت أقولك منكر، كل شيء فيه منكر بس القطع عندي. في العافية هذا الله يسلمكم. بخد وخد الحين موجود عادي، يقولون عند الوادم يا أبوه، أنا منتبع عندي بكم من 10 سنين. والله مليون مرحبا. مرحبا وسهلا. ستين ماضي تكون بعد، ما بعد ستين، ما بستين، لا ستين ماضي رقم واحد. لازم عاد هنمون هيكل عظمي ما في شيء، اللحم كله ظهر معنا. خلصنا عاد من هذا ويلا قو الثاني. أهم ما في الموضوع إنه لازم يكون في الوقت الموسم، هذا موسم عاد ضلوع البساسين الكبار، الضلوع هذا وقت عاد أخير ما يكون الحين. يا عاد هذا كبيرهم علمها السحر. هذا يشيلين سنة سو تاني. نعم. ركض. لا. أنت قافري. يلا خلاص أنت خلاص خلاص أجلك. هذا يعلى الله يحفظكم مال حلب السار مال عام، ها شوفوا مقطع فيه لومي على ما تشوفون ورق هذا مال الهنود، شوف ايش قال طريقه تحراتين تحراتين قاعده مزينه. هذا ملح، هذا البسار الحين كمل حول حول كامل يوم في الثلاجه ما يعولها، اللي بخدمه مثلا حق بكره غدا يظهر من الليل، كان بقوا يسوونه فوقه ولا برياني اللي هو لكم ضروري يخدم صح النظافه، عن اسب يفتح عنه اللومي ويفتح عنه الملح ويفتح عنه كل شيء يتظهر من في الليل وباكر يخدمونه، اللي يبى فوقه العيش عادي واللي يبى يسوي فوقه على كينوا ولا على هوا، حتى على اليريش يتسوى على كل شيء يستوى، حتى اليريش يخدمون عليه. قبل توني واصل الجب، واصل من اكثر من ساعه تحت في السياره ويا المسجات وقرقر 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 لين الحين ما دخلت الجب، توني واصل عشد هالناس كلها بتظهر. يلا انا من الصخره. زين يلا. بعد يسار ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله على سلامتنا. يلا يلا صلوحة. دخلت لان ام محمد ابوي مسوي المفاجأة مبدله الكراسي كلهن وحاطي لباقات الورد والدنيا حر معرس جاي. تحيدون رطب اللي قلت لكم هاك اليوم بلي طعام، هادوها بلي طعام وحين بقصن بسكاكين بنفرمها تفرم قدامكم، بس ما تقولون
تدلب سويها مزهبينها بنفسجي. يا سلام يا سلام يا سلام. اسمي هذا مكاني، ها تولحت عليه والله شاطبون الصدق. شوفوا هذه ها البسرة ها كاملة ها ها، هذه قعامتها ها قعامتها، هذه زاهبة مرة لا تقول ما أحد ها. شوفوا ها 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 ها. بالعمال الله يحفظكم نزل الفيديو هذا، لأن وايد العرب اللي يقولون نحن ما سمعنا نخلة رطبها بلي طعام، إلا كان شيء مشويص ولا مب منبوت، لا منبوتة ولا بمشويص ونخلة كاملة اللي عند الباب صورتها وطلعت العام صورينها، والسنة العام صورناها لكن ما عرفت كيف أظهر يوم أنا قطع من الرطب تحت، خرف من رطبها لكن ما كنت أخرف، كنت أقطع لأنه كان خلال الخراف وقت القيب، إنزين كان خلال على طول الصبح قبل ما تصبح، وصورناها في اليوتيوب لكن ما أعرف كيف أظهرها، اتصل في الخبير ظهر لي هذا. المهم السنة هم طلعه ما شاء الله زين ما زين، ونبتناها وإن شاء الله الأمور طيبة، بنصور لكم السنة لايف على كل المراحل نادرة. كلكم بعدي يتصلون والله حبيب ما بيتصلون يعطون شو مسج، وان هاي الكواريب ابوي الفسيله عرفه والكاروبه عرفه والراكوبه عرفه، ما اخلي شيء ما اعرف. هذه النخلة اللي توني حطيت لكم اياها المغيربان، هاي نوعيه روحها ظاهره نخلة فيها قمتين فيها راسين فيها راسين، الكاروب غير والراكوب غير والفسيلة غير والصرمة حتى غير، ها كلها أنا أعرفه، أخذت نبليس وداوي ما يغلب لي شيء يا غير. هذا اللي اليوم هذا ما براكوب ولا بكاروب ولا بفسيلة، هاي مخلة مراسين، سمعتوها حي مراسين، هاي مخلة مراسين عجيب.